أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثالثة والأخيرة في النشاط التجاري والصناعي. في المحاضرة دي هنجاوب مع بعض مثال عام على إيرادات وتكاليف النشاط التجاري والصناعي. هنجاوب مع بعض مثال 5-18 صفحة 232. إداني في المثال دوت بدأ معايا بصف الربح من مواقع قيمة الدخل 152,000 جنيه، واداني معلومات وقال لي حدد لي وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. تعالوا نفتح صفحة الإقرار بتاعتنا أهو، ابتدينا بصف الربح ويضاف إليه، كتبنا مسافة ويخصم منه، كتبنا مسافة وابتدينا في البنود بتاعنا. أول حاجة قال لي تتضمن المصروفات ما يلي: 20,000 مكافآت للعاملين تعاد من 4 شهور. المنشأة حطت عندها 20,000 مكافآت عاملين. اتفقنا مع بعض ان المصلحة تعتبر مكافآت العاملين ومرتباتهم من التكاليف وجبة الخصم، وبالتالي لا يضاف ولا يخصم البند دوت. نمرة 2، قال 11,000 اهلاك الات ومعدات مشتراة جديدة بمعدل 20%، تكلفتها 132,000 جنيه، وتركبت وبقت صالحة للاستخدام، واتباع بعد كده هو الآلات ب 18,000 جنيه، وأساس الإهلاك الدهوني في المعلومات الأخرى ب 90,000 جنيه. قلت له أولا إن الإهلاك المحاسبي اللي هو ب 11,000 جنيه دوت إحنا ما بنوافقش عليه في مصلحة الضرايب، وبالتالي لازم نشيله من الدفاتر. هنشيله إزاي؟ هو إشارته سالبة، هنشيله بالإضافة، ثم نحسب الإهلاك الضريبي بتاعنا اللي هنعمله في الملاحظات بعد كده، اللي هو عبارة عن أساس الإهلاك زائد القيمة اللي اشتريناها، ولأن ديت من الآلات هنشيل منها 30% الإهلاك الأولي، ونشيل القيمة البيعية، فنوصل لأساس الإهلاك زي ما هنشوف بعد كده، وهيطلع 80,700 جنيه هنحطه في بند يخصم منه. ثالث نوع أو ثالث بند قال لي 3,000 جنيه مصروفات إعلان، منها 1,800 حملة إعلانية اتدفعت في أول يوليو لمدة 3 سنين. بالنسبة للحملة الإعلانية اتفقنا مع بعض ان احنا هناخد 100% في السنة. معنى الكلام ده ان 1,800 جنيه اتدفعوا 3 سنين، يعني السنة الواحدة ب 600 جنيه، اتدفعوا في اول يوليو، يعني قعدوا معانا من اول يوليو لاخر السنة، يعني 6 شهور من ال 12 شهر، زي ما هنشوف في الملاحظات بعد كده. يعني 300 جنيه، هو سجل 1,800، واحنا بنقول ان ما يخص سنة 300 في زيادة ب 1,500 جنيه هنشيلهم، اللي هو تاني بند عندنا يضاف إليه. بعد كده هو قال لي إن أنا عندي 35,000 جنيه عوائد قروض مستخدمة في النشاط تعادل 35%، هنبتدي نطبق عليهم عوائد القروض بتاعتنا. إن أول حاجة إن هي مستخدمة في النشاط، طبعا هي مستخدمة في النشاط. تاني حاجة ما تكونش مدفوعة لشخص طبيعي معفي أو غير خاضع، ما قاليش كده هو. تالت حاجة إن هي ما ادتش عن مثلي سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي، اداني إن سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي اللي موجود عندنا قيمته 17%، يعني المثلين ب 34%، معنى كده ان في 1% زيادة. طيب احنا هنا مش مديني قيمة القرض، وبالتالي مش هقدر اخد الـ1% الزيادة ده واضربه في قيمة القرض. هو قال لي ان 35,000 جنيه اللي هي العوائد تمثل 35%، انا عاوز اجيب 1% اللي هو الزيادة بكام، يبقى عبارة عن 35,000 في 1/35 زي ما هنشوف الملاحظات الحل بعد كده، يطلع لي ان الزيادة اللي موجودة عندي 1,000 جنيه هنشيلها من الدفاتر بالإضافة. البند اللي وراه قال لي ان في 10,000 جنيه تكلفة شراء حق اختراع. طبعا احنا عندنا هنا هو تكلفة الشراء لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، احنا بنحط الإهلاك الضريبي الخاص بيها فقط، وبالتالي التكلفة لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، هنشيلها من دفاترنا بالإضافة، ونحسب الإهلاك الضريبي هيطلع ب 750 جنيه وهنرجع له في الملاحظات كيف تم حسابه. قال لي بعد كده في 5,500 جنيه تبرعات، منها 4,000 لجمعية خيرية مصرية. اتفقنا مع بعض إن الجمعية الخيرية المصرية دي بنعترف بالتبرعات حدود 10% من صافي الربح الضريبي، ولأننا ما وصلنالوش هنضيفها مؤقتا، وبعد كده هو لما نوصله نبقى نخصمها. والباقي اللي هو الألف
و500 جنيه لورثة موظفين سابقين. طبعا ديت مش هنقدر نثبتها، ديت مش مدفوعة للحكومة ولا الجهة، وبالتالي مش هنعتمدها ضريبيا وتضاف إلى الربح الموجود عندنا. قال لي بعد كده إن في 15,000 جنيه مقابل مكافأة ترك الخدمة وضعت في الصندوق الخاص. اتفقنا إن المبالغ اللي ضعت في الصندوق الخاص ديت يجب ألا تتجاوز 20% من المرتبات اللي مدفوعة سنويا. طب احنا هنجيب المرتبات السنوية منين عشان نعرف المبلغ ده سليم ولا لا؟ قال لي هنرجع لأول بند. هو قال لي إن احنا عندنا 20,000 جنيه مكافآت العاملين تعادل مرتب 4 شهور، يعني معنى كده إن الشهر الواحد ب5,000 جنيه، في 12 شهر عشان نحوله سنوي يبقى 60,000، في 20% اللي هي النسبة القانونية اللي اتحددت من المشرع يطلع ل 12,000 جنيه، هو سجل 15، معنى كده ان في 3,000 جنيه زيادة هنشيلها بالإضافة. قال لي بعد كده ان في 4,500 جنيه اقساط تأمين على حياة الممول، طبعا احنا بنعتمد في حدود 3,000 جنيه، في 1,500 جنيه هنشيله بالإضافة. جه بعد كده قال لي تتضمن إيرادات المنشأة 1,500 جنيه فوائد تأخير عند بعض العملاء. طبعا الفوائد زي ما اتفقنا ديت حاجة تخص المنشأة وبالتالي احنا مش هنعترض عليها. 8,000 جنيه ديون معدومة محصلة لم يسبق اعتمادها بمعرفة مرية الضرائب. طبعا احنا حصلنا 8,000، المصلحة بتقول لي انا مش موافقة عليهم وما اعتمدتهمش، يبقى لازم اشيلهم في بند يخصم منه، هو تالت بند ديون المعدومة اللي احنا حصلناها ولم يسبق اعتمادها. البند اللي بعديه قال لي 11,000 عوائد ودائع للبنك الاهلي، طبعا العوائد بتاعت الودائع ديت في الاعفاءات لما نوصل للاعفاءات. قال لي بعد كده ان في 20,000 ايجار مخزن مملوك للمنشاه ومؤجر للغير ب 2000 جنيه شهريا، طبعا سنويا يبقى 24,000 جنيه، في 4,000 جنيه ناقص هتتحط في بند يضاف اليه، ودينا جمعنا يضاف اليه ويخصم منه زي ما حضراتكم شايفين. طلع لنا هو صافي الربح المعدل قبل خصم التبرعات ب 100,050، نخصم التبرع المدفوع 4,000 مع الحد الأقصى 100,050 في 10 على 110 يطلع لي 9,095، هناخد الأقل اللي هو ال 4,000 جنيه، طلع لي صافي الربح الضريبي المعدل هشيل منه الإعفاءات اللي هي عوائد ودائع البنوك 11,000، يطلع لي صافي الربح الضريبي اللي هو الوعاء بتاعنا ب 85,050 جنيه. اول ملاحظة احنا اخدناها ازاي حسبنا الاهلاك الضريبي، حطينا اساس الاهلاك زائد الاضافات، شلنا منه الاهلاك الاولي اللي هو 30%، اداني الصافي بتاعه اللي هم 70% الباقيين ناقص 8 بيع الالات، اداني اساس الاهلاك اكتر من 10,000 جنيه، فطبقنا عليه المعدل ب 25% وجمعت الاهلاك العادي مع الاهلاك الاولي طلع 80,700 جنيه اللي هو اول بند كان موجود عندنا في يخصم منه. تاني ملاحظة ما يخص سنة من الحملة الإعلانية زي ما حسبناها 1,800 على 3 سنين في 6 على 12 طلع 300 جنيه، الزيادة كانت عندي 1,500 جنيه أضفناها إلى الربح عندنا. تالت ملاحظة كانت على عوائد القروض، زي ما قلنا إن أنا كان عندي زيادة 1% موجودين عندنا، العوائد 35,000 جنيه، المعدل 35%، محتاجين نحسب 1%، حسبناهم طرفين في وسطين طلع 1,000 جنيه اللي هي الزيادة اللي أضافناها. رابع ملاحظة الإهلاك الضريبي لحق الاختراع 10,000 جنيه تكلفة، المعدل 10% في المدة بتاعته، لأن حق الاختراع زي ما هو قال لي في التمرين كان مشترك أول إبريل، يعني لمدة 9 شهور ب 750 جنيه، وأخيرا المبالغ المستقطعة مقابل المكافأة زي ما قلنا 5,000 جنيه، وعرفنا إن إحنا جبناها من أول بند اللي هو 20,000 مكافآت على 4 في 12 شهر في 20%، وأضفنا الزيادة زي ما حضراتكم شايفين. كمان التمرين قال إن إحنا عندنا الممول دوت عنده إيرادين تانيين بخلاف النشاط التجاري والصناعي، إن هو بيمتلك مكتب خاص وعنده عقار. امسك الأول المكتب الخاص كمهن غير تجارية، قال إن الإيراد بتاعه ينقسم إلى جزئين، 30,000 كله منه 9,000 عن أعمال خارج مصر، قسمته أهو زي ما قال لي جزء داخل مصر ب 21,000 والباقي خارج مصر ب 9,000، 30,000 الإجمالي. هنشيل منه التكاليف اللي موجودة عندنا اللي هو هيقول لي عليها، لأن الممول كان عنده دفاتر منتظمة،
عنده مرتبات ب2200، اشتراكات نقابة 120، ايجار مكتب ب300، تأمين على المكتب 120، اهلاك اثاث 600، مصروفات سفر للعمل 1200، 2400 مصروفات طيارة مستخدمة في أغراض النشاط وأغراض الخاصة، خدنا منها النصيب بتاعنا اللي هو 360 جنيه. طرحنا كل التكاليف من الإيرادات، طلع المصرف بتاعي موجود ب25000 جنيه. مفيش تبرعات، ده كرهان. طيب بالنسبة للتأمين على الحياة والمسدد للمعيش، طب هو ما تقلش هنا، قال لي بس خلي بالك ان احنا لما جينا اشتغلنا في النشاط التجاري الاجتماعي كان قايل ان في تأمين ب4500 جنيه، اعتمدنا منه هناك 3000 وقلنا ان في 1500 مش هنعتمدهم، يبقى ناقص 1500 نعتمدهم في الوعاء اللي موجود عندنا هنا اهو، يبقى المبلغ المدفوع 1500، الحد الاقصى 3000 اهو، خدنا الاقل 1500، طلع لوعاء الضريبه 23500 جنيه زي ما هو واضح قدام حضراتكم. كمان اداني ايرادات ثروه عقاريه، عنده عقار مكون من طابقين بياخد فيه سنويا 25120 جنيه، ابتدينا نطبق عليه، ضربنا المبلغ 50% وطرحنا منه ضريبة المباني المدفوعة عليه اللي هي 560 جنيه زي ما هو قال لي، طلع لي ان المبلغ كله ب 12000 جنيه. معنى كده ان وعاء الضريبة هيتكون من 3 اجزاء، ايرادات النشاط التجاري والصناعي 85050 جنيه، ايرادات المهن غير التجارية 23500 جنيه، ايرادات الثروة العقارية 12000 جنيه. ومعنى كده ان وعاء الضريبة ب 120550 جنيه اللي هنحسب عليه الضريبة واجبة الدفع بعد كده. جزأنا الوعاء ضريبيا على الشرايح اللي موجودة فيه، فطلع لنا الضريبة المستحقة بتاعته ب 19560 جنيه. طبعا احنا هنا وصلنا للشريحة الرابعة، فالخصم الضريبي بتاعنا 7.5%، طلع للضريبة بعد الخصم 18039 جنيه. ما نسيناش ان احنا نخصم الضريبة الاجنبية، المبلغ المسدد كان 9000 جنيه، وهو قال لي ان معدل الضريبة الاجنبية في التمرين 30%، 2700 مع الحد الاقصى اللي هي الضريبة بتاعتنا 18.93 جنيه، في الوعاء الاجنبي اللي هو الدخل الاجنبي 9000 على اجمالي الاوعية بتاعتي 120550، طلع لي 1351، خدنا الاقل. طلع لي بعد كده صرف الضريبة المستحقة ناقص الضريبة المسددة تحت الحساب فعلت الضريبة واجبة الدفع، وبكده نكون انتهينا من شرح ايرادات وتكاليف النشاط التجاري والصناعي، والى اللقاء في المحاضرة القادمة مع ارباح الاشخاص الاعتبارية ان شاء الله.